أشكر برنامج جيل اللي وصلني حق الجهات اللي تدعم المشاريع، وبالحمد لله تمت الموافقة على مشروعي وتمويله من خلال صندوق خليفة. الجيل يصقل شخصيتك لتكوني رائدة أعمال مميزة، مو بس افتح بزنس وخلاص. الجيل دخل لنا التكنولوجيا مع بزنس بلان، يعني إن خطة العمل تقدرين تستفيدين منها من التكنولوجيا بتسهيلها. يمكن البرزنتيشن كان أصعب شيء، لأني أنا شخصيتي يعني شوية أني كنت في البيت يعني لا أعمل ولا شيء، أني فجأة تطلعين على برنامج يجبرش أنك توقفين قدام الكاميرا تشرحين مشروعك، فهاي كان تحدي يعني بالنسبة لي. حتى الاستبيان نفسه اللي عطوه لنا في بداية البرنامج خلات تروحين حق سكان المنطقة نفسها، يمكن أنا ما كانت عندي الجرأة أني أروح المدارس أروح الدوائر الحكومية.